نبدأ بحيدر. حيدر. المناظرات العلمية هي من صميم عمل التربية والتعليم، وهي كثيرة ومستمرة دائما في مديريتنا برعاية المديرية العامة للتربية، وكذلك رعاية الإشراف قسم الإشراف الاختصاص، استمرار دائما في المناظرات العلمية. المناظرات العلمية لكل الاختصاصات، كل الاختصاصات مشمولة بالمناظرات العلمية، وكل المدارس مشمولة بالمناظرات العلمية، تقام باستمرار. وهذا اليوم هي المناظرة خاصة في مادة علوم الحياة برعاية الست ميسون رزاق أحمد، اللي هي إشراف مشرفة اختصاصية لمادة التربية. المناظرة العلمية هي نقاش بين طرفين. اليوم مناظرتنا متميزة جدا بحكم انه هي بين مدارس متميزين، مناهجهم باللغة الإنجليزية، فتكون ديفرنت، مختلفة عن بقية المناظرات الأخرى. فتعتبر المناظرة من النشاطات اللاصفية الرياضية، إضافة إلى أنه لزيادة القاعدة المعلوماتية لدى الطلبة وخلق روح التنافس بين الطلبة. مناظرتنا اليوم أنا أعتبرها متميزة بحكم أنه اللغة كلها باللغة الإنجليزية. إحنا طلبت متميزين، يعني ممكن نقول أطباء المستقبل، صيادلة المستقبل، الأمل بيهم طبعاً، دفعات ذكية، فلازم ننمي نشاطاتهم، نشجعهم حكم إحنا أساتذتهم، نشجعهم للإطلاع على معلومات خارج المنهج الدراسي، أما البحث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البحث بالمناهج العلمية، بالبحوث، الدراسات اللي تقيمها الأساتذة. المناظرات العلمية اليوم إحنا في هذا اليوم عندنا مناظرة علمية خاصة بمادة علم الحياة ما بين طلبة ثانوية التحرير للمتميزين الصف الثالث المتوسط وطالبات ثانوية رقية للمتميزات الثالث المتوسط. الهدف من هذه المناظرات هو خلق روح التنافس ما بين الطلبة، ومن ثم الارتقاء بالمستوى العلمي وبالتالي إنجاح العملية التربوية. مثل هذه الأنشطة اللاصفية إحنا نريد نوصل من خلالها، نوصل المعلومة إلى أذهان الطلبة، وخاصة هاي الامتحانات وزارية، مرحلة وزارية صفوف منتهية. احنا ايضا عندنا في هذا الاسبوع، كان يوم الاحد، عندي مناظرات علميه ما بين اعداديه السماوه للبنات وثانويه قلعه العلوم الاهليه للبنات، يعني الاعداديات، واليوم بالصدفه هي للمتوسطات.